رسالة تضامن مباشرة للشعب الفلسطيني، ويعني مساندته ومؤازرته في صموده ودفاعه عن قضيته. التبرع بالدم رسالة قوية جدا، المصريين يتبرعوا بدمائهم من أجل أشقائهم الفلسطينيين. ما فيش شك أن دي حملة مهمة جدا لنصرة الشعب الفلسطيني، ده أقل شيء نقدمه ليه القضية الفلسطينية في ظل الأحداث اللي احنا شايفينها. أنا بأسمن طبعا دعوة التحالف الوطني للعمل الأهلي لحملة تبرع بالدم، وبدعو من خلال حضراتكم يعني كل الشعب المصري والمجتمع المصري أن هو يبادر، ده أقل شيء احنا نقدر نقدمه للقضية الفلسطينية ونصرة للقضية الفلسطينية ان احنا نتبرع بالدم. وما فيش شك ان ايضا ده يأتي استجابة لحديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بان القضية الفلسطينية في قلب كل مصري. واحنا النهاردة عندنا حملة تبرع بالدم كبيرة في جميع فروع رسالة، الاقبال كبير جدا على الحملة النهاردة، وياريت منتظرين اكتر منكم تشاركونا للحملة طبعا في جميع فروع رسالة، فاحنا شغالين وان شاء الله شغالين لاخر اليوم. الحمله دي بتقوم في اكثر من 13 فرع من فروع جمعيه رساله تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بيقوم بالتبرع من ايات من المتطوعين في على مستوى جميع الفروع بتاعه رساله. التحالف الوطني ادانا الفرصه ان احنا نقدر نظهر بالشكل اللائق لاهالينا في فلسطين، ان احنا نقدر نساعدهم ولو بحاجه بسيطه جدا، وهو دم اي مصري هو دم اي فلسطيني، احنا كلنا شعب واحد. انا النهارده قررت انزل عشان اساعد اخواتنا الفلسطينيين، تبرع بالدم ودي اقل حاجه ممكن اعملها، فان شاء الله ان هم ان احنا نوفر الكميه الكافيه ان احنا نساعدهم بيها. قررت النهارده اجي اتبرع بالدم الاهلي غزه، عشان في يعني هم محتاجين مساعده من ناس كتير وكده، فانا حبيت ان انا اشارك بمساعدتي دي للناس اللي هي الثانيه الموجوده هناك، يعني احاول اقدم اي حاجه عشان هم محتاجين مساعده من كل جهه. النهارده نازلين تحت رايه التحالف الوطني بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نعمل حمله تبرعات هتتجه لغزه مع عربيات التحالف الوطني اللي هتتجه لغزه ان شاء الله. احتفاليه طبقا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص المشاركه المجتمعيه وخاصه التبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يحدث من احداث، ودائما نظرات المستقبليه لفخامه الرئيس هي نظرات صاخبه وله تعاطف كبير جدا، بدليل النهارده كله انكر نفسه نازل على تحت رايه التحالف. الحمله دي الهدف منها مسانده ومساعده الشعب الفلسطيني الشقيق في اجتياز المحنه الكبيره اللي بيتعرض ليها، فاحنا النهارده كشباب حياه كريمه بنشارك التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي من خلال القافله، احنا بنشارك بالتبرع بالدم ايضا بتنظيم عمليه التبرع بالدم في محافظه الاسماعيليه طبعا بالتبرع للدم لصالح الشعب الفلسطيني اشقائنا. وكالعاده تتالق اسماعيليه طبعا يعني ملحمه ورانا كبيره جدا يقودها اهم حاجه الشباب. انا حضرتك جيت النهارده يعني اتبرع بالدم، لان دي ابسط حاجه ان هي نعملها، واقل القليل ان هو يتعامل مع اهل فلسطين، يعني في النهايه احنا دمنا واحد. فجيت بسرعه، يعني بصراحه ده اقل حاجه نقدر نعملها، اقل حاجه فعلا يعني نقدر نعملها نيجي نتبرع بالدم، ولو في حاجه افضل من كده واكتر من كده مش هنتاخر، انا واحد من الناس كبير في السن اهو مش هتاخر. لا 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 ثانيه واحده وخش 10 ثواني بالظبط. احنا نازلين ب 30 متطوع في منطقتين بحيث نساعد اخواتنا في فلسطين اللي محتاجين في اشد الحاجه لقطره الدم او نقطه الدم اللي احنا نساعدهم بيها. فاحنا كان عندنا متطوعين متحمسين بيحاولوا بيساعدوا بكل الطرق، بيحاولوا يشوفوا طريقه يساعدوا بيها، فكان عندنا الحماس. فمجرد ما جت الفرصه اللي احنا ننزل في شوارع اسيوط اللي احنا نساعد باي حاجه. جينا النهارده عشان خاطر نتبرع بالدم لاخواتنا في فلسطين، وعشان احنا اصلا بنلم القضيه الفلسطينيه وبنحاول نساعد على قد ما نقدر. فدورنا كشباب ودورنا كمؤسسات حياه كريمه بتوعينا ان احنا لازم ننزل ونجيب اصحابنا ونبلغ المجموعات من الشباب الموجوده معانا، سواء كانت في دراسه او في جامعه او في عمل. لما عرفت ان في تبرع بالدم لاخواتنا الفلسطينيين نزلت انا ومراتي واولادي وبنتبرع دلوقتي، انا اتبرعت ومراتي دلوقتي بتتبرع، وانا بناشد كل اهل اسيوط انهم ينزلوا يتبرعوا بالدم لاخواتنا الفلسطينيين. نزلت اتبرع لاخواتنا في فلسطين، ودي اقل حاجه نقدمها لهم، وجوزي شجعني جدا وهو قال يلا نروح نتبرع.